بعدما صور النسر فيكتور ما يقارب المليار لقطة جوية حول العالم مرورا بسماء باريس وبرج خليفة في دبي وساعة بيج بان اللندنية، ها هو اليوم يحلق فوق القمم الأعلى في أوروبا. على كل فرد من سكان هذه الكرة الأرضية أن يكون مسؤولاً وأن يساعد كوكبنا على استعادة عافيته. هذه النسور ستنقرض إن لم تجد الماء والخضرة الكافية للتحليق والبحث عن فريسة. في طريقة ذكية لتوعية سكان الكرة الأرضية لمشكلة التغير المناخي، تم تركيب كاميرات على جسد نسر جبلي ذي ذيل أبيض وهو رمز القارة الأوروبية، وحلق فوق قمم جبال الألب في 5 دول أوروبية هي سويسرا وفرنسا والنمسا وألمانيا وإيطاليا لإبراز كمية ذوبان الثلوج في تلك القمم بسبب الاحتباس الحراري من خلال ما يشاهد النسر فيكتور. ذوبان الثلوج في الأنهر الجليدية في نهاية القرن الحالي سيؤثر وبطريقة مباشرة على نظامنا الغذائي. كيف لك أن تتخيل مراعي ونباتات بدون عماد الحياة، أي الماء؟ تعمل الوكالة الأوروبية لأبحاث الفضاء وهي شريك رسمي في هذا المشروع الفريد إلى الاستفادة من الصور التي يلتقطها النسر فيكتور، فجميع البيانات والصور التي يلتقط متصلة عبر الأقمار الصناعية بمركز أبحاث الوكالة، ما يساعد مختصي المناخ على العمل على إيجاد حلول لمشكلة مناخية تفاقمت بتسارع في السنوات الأخيرة. ليث بزاري، العربية.